بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا اولاد حل نموذج ثاني في الجبر من الكتاب المدرسي. اول سؤال بيقول لي بسط مقام اس صفر، اي حاجه اس صفر اجابتها ايه؟ واحد صحيح. ايه اللي بعدها؟ هات لي جذر دول، اقول له سهله، جذر ال 16 4 في 4، 49 7 في 7 يبقى 4 على 7. اكمل بنفس التسلسل، الواحد بقى 2، الاثنين بقى 3، الثلاثه بقت 5. حد عرف الراجل عمل ايه؟ ايوه عرفنا عمل ايه، دي سهله جدا. جمع دول، 1 زائد 2 طلع 3، جمع دول طلعت 5 16، واجمع دول 21، يبقى جمع اخر عددين. احتمال الحدث المستحيل، مادام مستحيل بصفر، احتمال غياب اليوم 15%، وعدد التلاميذ 600. تعرف تقول لي عدد الحاضرين؟ اقول له لا. يقول لي ليه؟ اقول له ده المعلومه دي عن الغياب، يعني انا لو ضربت دي في دي اعمل ايه؟ اجيب عدد الغايبين. قال لي لا انا عايز عدد الحاضرين. أقول له تمام، مش دي 15%؟ آه، نجيب تكملتهم للمية في المية، يعني أطرح دي من 100 يتبقى 85%، وأرجع أضربها في العدد الكلي اللي هو 600، هيطلع لك الإجابة 510 تلميذ. طب لها حل تاني يا مستر حامد؟ آه، اضرب دي في دي، تمام؟ هيطلع لك 90 تلميذ. اطرح ال 90 من ال 600 هيطلع لك 510 حاضر، ولكن دي خدت خطوه، الثانيه خدت خطوتين، ولكن الاثنين صح. اللي بعدها سؤال الثاني، 2 اس 3 زائد 2 اس 3، اسمع ولد يقول لي هنا 2 وهنا 2، نسيب لي 2 ونجمع دول، اجابه خاطئه، ده الكلام ده في الضرب لكن دي جمع. امال اعمل ايه يا جماعه؟ اجيب اجابه دي، 2 اس 3 ب 8، و2 اس 3 ب 8، 8 زائد 8 16، خلصت المساله. بس يا مستر اجابتك مش موجوده في الاختيارات، اقوم اعمل دي واعمل دي واعمل دي ودي ما فيهاش عمايل، مين اللي هيطلع لك 16 ديا؟ 2 اس 4 ب 16، يبقى تقول له ال 16 اجابه صحيحه، ومن الاختيارات 2 اس 4. اي مما يلي اكبر، 2 و3 من 10 في 10 اس 4، 2 و3 من 10 في 10 اس 5، 3 و2 من 10 في 10 اس 4. بص العدد ك10، 2 و3، 2 و3، لكن دي 3 و2. الله، طب ما دي 3 و2 برضه زيها، طب اخد مين؟ ال 10 اس 4 ولا ال 10 خمس مرات؟ لا ال 10 خمس مرات. يبقى انا اخترت دي ليه؟ اولا اكبر حاجه 10 اس 5 في كلهم، ثانيا ده اكبر عدد 10 فيهم كلهم، يبقى خدت الاعلى من هنا والاعلى من هنا، يبقى الاجابه الصحيحه 3 و2 من 10 في 10 اس 5. اللي بعده سين اس 2 مرفوعه لاس سالب 3، فاكرين علاج الاسين ايه؟ ننزل السين، اس واس اعلى اضربهم يبقى سالب 6. طب وزميلتها سين اس 6، طب ادي السين، اجمع دول يبقى اس صفر، واي حاجه اس صفر بواحد صحيح. مسألة مهمة وجميلة. السؤال اللي بعده أحلى، مين في الأربع اختيارات دول ينفع يبقى احتمال؟ ده ينفع؟ لا. ليه؟ لأنه بالسالب. ده ينفع؟ لا. ليه؟ لأنه عدى الواحد واحد ويه. ده ينفع؟ لا، لأنه عدى المية في المية، يبقى ممنوع يعدي الواحد الصحيح، وممنوع يعدي المية في المية، وممنوع يبقى بالسالب. دي تنفع؟ أيوة، لأنها أقل من 100%. شفتوا الجمال؟ دي من سنة 6. اللي بعده سالب سين أكبر من الأربعة، بقول لك اختار الإجابة الصحيحة، أقول له ما أعرفش أختار إلا لما أعالج دي. مين اللي مغلس على السين؟ السالب. السالب يا جماعة يعني سالب واحد، اقسم على سالب واحد شمال ويمين، يبقى السالب واحد يروح مع السالب واحد ويتبقى السين. طب أربعة على سالب واحد؟ سالب أربعة. أسيب العلامة زي ما هي؟ لا، أبدلها. إشمعنى؟ لأنك قسمت على عدد سالب تغير اتجاه العلامة، يبقى الإجابة الصحيحة أهي. دي برضو مهمة جدا جدا. اللي بعده مستطيل أدي طوله وأدي عرضه وعايز مساحته، أقول له مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يبقى نضرب 120 في 80 هتطلع 9600 سنتي، وسنتي يبقى سنتي مربع. ادور على الاجابه، اجا ولد قال الاجابه اهي، قلت له غلط يا مستر، ما انت مطلعها اهو غلط. طب ليه غلط؟ لان هو عايزها بالمتر مربع. طب اعمل ايه؟ نحول من سنت مربع لمتر مربع. طب نعملها ازاي؟ ننزل العدد، المتر فيه 100 سنتي بس دي مربع، يبقى نقسم على 10000 هتطلع الاجابه 96%، وتبقى الاجابه دي، يبقى مساله ايه؟ خادعه، مساله خادعه، 96%، بسبب التحويل.
المسألة اللي بعدها عددين صحيحين، أدي الصغير وأدي الكبير، وبيقول لي الفرق بينهم. كلمة الفرق يعني نطرح، أطرح مين؟ الكبير ناقص الصغير. طب الكبير 5 سين، نقص منه 2 سين، طب والإجابة تطلع 30. تمام، خمس تفاحات ناقص تفاحتين هيطلع الإجابة 3 سين، 3 تفاحات، والإجابة 30. طب مين اللي مغلس؟ التلاتة على التاسين، 30 على التلاتة فيها العشرة. خلصت؟ لا ما خلصتش. ليه لسه؟ لقينا عايز أجيب العددين. الأولاني اسمه 2 سين، يبقى 2 في 10 ب20. طب التاني 5 سين، يبقى 5 في 10 ب50. كده أنا جبت العددين. مسألة الضرب الإيه المتكرر المهمة واللي جا شبهها في النموذج الأول، 5 5 5 نسيب الخمسة. قلت لك اللي فوق سيبهم بإشارتهم، سالب 4 موجب 7. طب دي 3؟ لا خليها سالب 3 لأنك بتطرح. سالب 4 وسالب 3 يبقوا سالب 7، ودي موجب 7 يبقى 0 ب1 صحيح. ممكن تيجي يا أولاد. السؤال اللي بعده مسألة حل المعادلة وحل المتباينة. فين؟ في نون معادلة ومتباينة. لاحظت حاجة هنا؟ ادي 3 سين اهي. استنى يا مستر، مش دي موجب 2؟ ودي موجب 5؟ مش دول عددين؟ امال الراجل ليه سايبهم كده؟ علشان احنا اللي نجمعهم. 2 زائد 5 7، وسيب ال 13. كده بقى الشكل مين؟ المعتاد. نبروز اسره سين، يبقى العنوان 3 سين، صاحب المكان 13، نقص السبعه يبقى على 3، امشي امشي بقى السين، 6 على 3 فيها 2، يبقى مجموعة الحل المجموعة 2. نيجي لمين؟ للمتباينة. نبارك والعالمة زي ما هي، صاحب مكان 19 والزائد تبقى ناقص 15، ادي الاتنين سين وادي العلامة. اطرح يتبقى 4 يا نور، على الاتنين على الاتنين، شهدت مشي دي مع دي يتبقى السين والعلامة فيها الاتنين. طب عايز مجموعة الايه؟ الحل، مجموعة الحل للمتباينة. يبقى نكتبها ازاي يا جماعة؟ فاكرين سين حيث سين الاتنين. امتى نعمل طريقة الصفة المميزة دي؟ في حل المتباينات وليس المعادلات. اللي بعده حل دي، اختصر لأبسط صورة، سالب تلت الكل أس 2. تمام، أول حاجة نعملها إيه؟ السالب الأس زوجي يختفي. طب 1 تربيع ب1، 3 تربيع ب9. طب نحل التانية، نعالجها نجيب الجذر. جذر 64 8، جذر 81 9، ناقص نعالج دي. أي حاجة أس 0 ب1، نعمل إيه؟ نجمع دي ودي، 9 و8 أتساع يبقى 9 أتساع، نقص الواحد. طب ما ده 1 1 ناقص 1، تطلع الإجابة 0. كل دي مسائل بسيطة ومهمة. السؤال اللي بعده الخامس والأخير على الاحتمال، بقول لك لو ألقيت حجر نرد منتظم تعرف تقول لي الحصول على عدد أولي زوجي؟ احتمال أولي زوجي، أقول له الأول أجيب الزوجي. الزوجي في مخي 2 4 6. طب مين فيهم أولي؟ الاتنين بس. يبقى معنى كده مفيش أولي زوجي غير مين؟ غير الاتنين. طب أكتب الإجابة دي يا مستر؟ لأ، ده دي سلمة عشان أجيب الإجابة. الإجابة نفر 1 أهو من 6 نفار، يبقى سدس. جا منين الواحد؟ لأن الإجابة 2. جا منين الستة؟ لأن حجر النرد 6 أوجه يا أولاد. طب احتمال عدد فردي ويكون أقل من 4. الأول نجيب الفردي اللي أقل من 4. مين الفردي اللي أقل من 4 في حجر النرد؟ 1 و3. صح، كم نفر؟ نفرين. مدام نفرين يبقى الإجابة 2 من 6. طب زوجي وده زوجي، علي 2 فيها 1، علي 2 فيها 3. نيجي للسؤال اللي بعده، بقول لي استعمل سين بالقيمة دي واستعمل صاد بالقيمة دي وهات القيمة العددية. لمين؟ لصاد على سين أس 2. خدوا بالكم يا جماعة، صاد على سين أس 2 الكل أس سالب 2. أقول له يا غلستك؟ يقول لي ليه بتقول عليا كده؟ أقول له علشان الأس سالب. قال لي طب ما تتصرف. قلت له في طريقة جميلة، أنا نفسي كنت أخلي القوس الكل أس 2. تمام، نعمل إيه؟ نبدل. طلع السين تربيع فوق ونزل الصاد تحت، وبدل سالب 2 تبقى 2. تعال نعالج كمان، يلا نفك. سين تربيع الكل تربيع يبقى سين أس 4، والعلى أهي بدل شرطة الكسر، صاد أس 2 بصاد أس 2. كده الشكل بقى جميل. نقدر نحل بقى، فين السين؟ سالب نص، أس 4 أهي، تمام؟ العلى أهي. طب الصاد بسالب 3/4، أس كام؟ أس 2. يلا نحل، السالب أس زوجي تختفي، يعني ممكن أقول نص أس 4 عشان ما اتلبخش. السالب أس زوجي تختفي، يبقى أقدر أقول 3/4 أس 2. تمام، يلا نجيب الإجابات بقى نفك. 1 4 مرات ب1،
الاثنين 4 مرات ب 16، تمام. العلا اهي، الثلاثة مرتين ب 9، الأربعة مرتين 4 في 4 ب 16. طب نجيب دي إزاي؟ عايز تعملها على الآلة؟ أوكي. طب لو أنا عايز أحل بإيدي 1 على 16، العلا تبقى فيه. طب واللي بعدها شقلبها، ماشي ماشي، دي تروح مع دي، يتبقى 9 وبس. أنا مشيت سلمة سلمة علشان تفهم تسلسل الخطوات بتاعها ماشي إزاي. يا رب يكون النموذج سهل ومفهوم بإذن الله.